السمح البصري للمملكة المغربية الشقيقة الأستاذ لطيف عفاف، السادة أعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد رئيس اتحاد القنوات والإذاعات الخاصة في موريتانيا، السادة مديري وسائل الإعلام العمومية لموريتانيا، السيد نقيب الصحفيين، السادة رؤساء الهيئات الإعلامية، زملائي زميلاتي الإعلاميات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم اليوم ضمن الفعاليات التي نحييها على مستوى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في إطار الزيارة التي تقوم بها صاحبة المعالي السيدة الرئيسة على رأس وفد هام من هيئة العليا للاتصال بالمغرب الشقيق، وهي خطوة تتنزل في إطار تعزيز الصلات بين هيئات الضبط العاملة بالبلدين، وستتوج بتوقيع اتفاقية تعاون بينهما، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ذات الصلة بالمشهد الإعلامي. وقد آثرنا أن تكون ضمن هذه الفعاليات أن تدرج ضمنها محاضرة أو ندوة تتناول إشكالا هاما وتحديا مازلا بالنسبة للمشهد السمعي البصري في بلادنا، ولكن كذلك في باقي البلدان. منذ عدة سنوات دخلت البلاد في مسار إصلاحي كما تعلمون، هدفه وغايته إصلاح قطاع الإعلام وتحسين مداخله المهنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمشهد الإعلامي، والتي كان من أهم نتائجها توسيع صلاحية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، تعزيز التمثيل المهني داخل هيئتها القيادية، وتكريس حضور النوع والتنوع بها، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الإعلام الرقمي، فضلا عن استصدار ترسانة قانونية تتعلق بالصحف المهني ومراجعة القانون الناظم للمشهد السمعي البصري 045/2010، وفق مسار تشاوري مع الإعلاميين ومن طرف اللجنة العليا التي شكلت لهذا الغرض وكانت من الإعلاميين ومن مختلف أجيالهم. آثرنا أن تتنزل ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد المغربي أن تكون المحاضرة المفتاحية لسلسلة الأنشطة هذه محاضرة تسائل شقين اثنين ومهمين، أحدهما التحولات الرقمية أو التحول الرقمي وتأثيراته، ولكن يتعاظم دور هذا التحول عندما يسائل الأبعاد الاقتصادية للمقاولة الصحفية. لدينا في موريتانيا كما في كثير من البلدان كان الاهتمام الأكثر منصبا على عملية استثمار المعطى القانوني بما يتيحه من حريات من أجل إقامة مقاولات إعلامية سمعية بصرية، وتبين مع تقدم المسار بتعرفاته وتدرجاته أن المعطى القانوني معطى مهم للتأسيس وللتكريس، ولكن معطى الاهتمام باستدامة المقاولة الصحفية واحترامها لحقوق الآخرين وتعبير عرض نوعي إعلامي يرتبط أي ارتباط بالنظر لها كمقاولة اقتصادية ذات أبعاد اقتصادية، يتعين توفير تلك الأبعاد من أجل ضمان استدامة العرض الإعلامي النوعي وتكريس حق المواطن في إعلام مهني نوعي ونوعي متنوع. صحيح أن معطيات متعددة تتداخل في حين مساءلة المسألة الاقتصادية في مقاولاتنا الصحفية، بعضها ذاتي وآخر موضوعي. الذاتي يرتبط بسوق إشهارية غير متسعة وبتحفيزات غير مشجعة، والموضوعي يرتبط بغياب هذه النظرة المرتبطة بالتأسيس للمقاولة الصحفية كمقاولة اقتصادية لها أسسها التي تقوم عليها، والموضوعي يرتبط بطبيعة سوق الإشهار وبجاهزية وحافزية قطاع الأعمال لمواكبة التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي الوطني. إذن يتعاظم السؤال عندما نسأل عن مستوى حضور أو مستوى تأثير التحول الرقمي على اقتصاديات وسائل الإعلام، وكما تلاحظون في عنوانة المحاضرة فإن الأمر لا يرتبط بمساءلة هذا التحول الرقمي على مستويات وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإنما بشكل أدق على اقتصاديات هذه الوسائل، ولذلك يكون الأمر أكبر وأهم وأكثر تحدي. صحيح أن شعور كثير منكم من الذين واكبوا تجربة تأسيس المشهد الإعلامي السمعي البصري بموريتانيا شبيه بالشعور الذي أعرب عنه ذات مرة أحد فلاسفة بالقول في مجال الشغل بأن شعور الفرد العامل بالمجال السمعي البصري هو شعور الرجل بأن البيت الذي بناه ليسكنه قد تحول إلى سجن. كذلك الشأن بأن هذه الوسيلة التقنية الرقمية الكيان الجديد الذي صنع
والذي وجد من أجل المزيد من تكريس التواصلي وتحقيق الحقوق الإنسانية وتدمير العرض النوعي والمهني في مشهد، تحول إلى عامل للمساس بحقوق المؤسسات الصحفية، تسطيحا لمضمونها، تضييرا لشكلها، واعتداء على حقوق ملكيتها الفكرية وحقوقها المجاورة. هو شعور بأن هذه الفرصة التي كان يمكن أن نوفرها وأن تتوفر أكثر من أجل المزيد من تحيين وتحسين عطاءات المشهد السمعي البصري على المستوى العالمي، تحولت إلى أداة للتضييق على المشهد السمعي البصري من خلال الاعتداء على كل عطاءاته، سواء في تقديم موضوع جدي جاد وعرض إعلامي نوعي، أو سواء حتى في إقامة مؤسسات قارة تحافظ على حقوقها وحقوق عمالها. ولهذا كبير تأثير، لأنه فضلا عن السياقات الذاتية والموضوعية، المستوى الاقتصادي وتأثير التحول الرقمي على المستويات الاقتصادية للمشهد الإعلامي لدينا ولدى العالم بصفة عامة كان ملموسا، بحيث بدرجة بأنهم باتوا يسحبون الإعلانات تسحب، باتت سيطرة الجماهيرية والنزعة التشويقية السائدة بفعل وسائل التحول والتواصل الاجتماعي أيضا تغري كثيرين إلى هجران بيوتهم القديمة بمعنى وسائلهم التقليدية، وتطرح تحديات كبيرة على مستوى صدقية المعلومة ومصداقيتها أيضا. وباتت عملية هذه الجماهيرية أو السمة الجماهيرية التي تعتبر سمة صنيعة لهذه الوسائل ورديفة لها أيضا مواكبة لها، بات لها كبير تأثير على عمق الطرح على مستوى مضمون وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولكن أيضا على شكل المخرجات الإعلامية التي تقدمها. صحيح أن هذه الوسائل لا تملك خيارا في عملية تقبل أو قبول أو رفض هذا الخيار التكنولوجي، إنما هو تحدي وفرصة يتعين استثمارها تحويرا للشكل وتغييرا للمضمون ومواكبة وتكيفا مع المتطلبات العديدة في ظل وسط جماهيري نزق مطالب في كثير من الحالات، وهو المفتوح في عهد السماوات المفتوحة، مطالب بتحسين العرض وبتحيينه وبتأمين تفاعليته. وتجد مؤسسات الإعلام السمعية البصرية ونفسها مرغمة ومضطرة إلى مواكبة هذا التكيف الأقل أرثوذكسية، بمعنى مواكبته بآلياته التي قد لا تكون أكثر وفاء أو تصالحا مع المتطلبات التي عهدها العاملون بمجال السمعي البصري. كيف نستثمر هذه المعطيات التقنية والرقمية من أجل المزيد من تحسين أخلاقية جدية مصداقية المشهد الإعلامي، ولكن كذلك من أجل المزيد من تحسين استدامة الفعل الإعلامي في السمعي البصري خصوصا في أبعاده الاقتصادية؟ لن أطيل كثيرا، زميلي أحمد كان قد تحدث من موقع المتابع المعاين للمشهد السمعي البصري عن التأثيرات المرتبطة بالوضعية بالتحول الرقمي على البعد الاقتصاديات وسائل الإعلام، وزميلتي الرئيسة لطيفة أخرباش ستتحدث بصفة أشمل أيضا وبصفة أدق عن الانعكاسات الفعلية لهذا التحول على الاقتصاديات المكينة لوسائل الإعلام السمعية البصرية. آمل أن تكون المحاضرة المفتاحية التي ستقدمها فاتحة للمزيد من النقاش والإثراء بيننا، وأن تكمل الدورة وأن تتوج أيضا بإصدار توصيات لا تكتفي فقط بعملية تشخيص واقعنا، وإنما تتطلع وفق رؤية استشرارية إلى المزيد من وضع الأسس الكفيلة بآليات التصالح مع متطلبات التحول الرقمي. كيف نستثمره بأحسن طريقة ومع مقتضيات أيضا ضمان استدامة الاقتصادية للمقاولة الصحفية؟ أشدد لكم الشكر، السلام عليكم.